تعرف على موعد بداية الدوري السعودي 2022 2023، وما هي الفرق المتأهلة لدوري أبطال آسيا 2023، وكذلك الفرق الهابطة. إليكم التفاصيل في هذا الفيديو. فقد انتهى الموسم 47 من دوري الأمير محمد بن سلمان المعروف باسم الدوري السعودي للمحترفين، حيث ينتظره كافة السعوديين يبحثون عن موعده. وسنوضح لكم في هذا الفيديو موعد انطلاق الدوري السعودي 2023 وبعض التفاصيل الأخرى الخاصة بالدوري السعودي للمحترفين. فقد تم التصريح من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم من خلال حسابه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر عن موعد بداية دوري المحترفين السعودي للنسخة 47 لعام 2023، والذي سيكون بتاريخ 25 أغسطس 2022 ميلاديا. فبعد صراع مثير بين الهلال والاتحاد السعودي، حصل الأخير على وصيف دوري المحترفين السعودي، وهو دوري الأمير محمد بن سلمان، بينما حقق الهلال لقبه 18، كما أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عبر الحساب الرسمي للاتحاد عن موعد انتهاء البطولة، ولكن من المتوقع أن تنتهي في مايو 2023. تعرف على الفرق المتأهلة لدوري أبطال آسيا. تتمثل الفرق المؤهلة لدوري أبطال آسيا في 4 فرق، وهما الهلال، الاتحاد، النصر، الفيحاء، حيث تتأهل 4 أندية من المملكة العربية السعودية حسب قواعد وأنظمة دوري أبطال آسيا، ووفقا للتصنيف من الدوري السعودي، و3 فرق تتأهل بتصنيف أول 3 متصدرين بالدوري: الهلال، الاتحاد، النصر. ويتأهل الفريق الرابع بكأس الملك، حيث تغلب الفيحاء على الهلال في كأس الملك وتأهل إلى دوري أبطال آسيا لموسم 2023. فمن هي الفرق الهابطة من الدوري السعودي؟ الفرق التي هبطت من دوري الدرجة الأعلى في المملكة دوري الأمير محمد بن سلمان هي 3 أندية رياضية، وهي الحزم، الفيصلي، الأهلي. فمن المتعارف عليه وفقا لقانون الاتحاد الرياضي السعودي أن تهبط كل موسم من الدوريات الاحترافية 3 فرق التي تحتل المراكز 3 الأخيرة. والجدير بالذكر أن النادي الأهلي السعودي هبط للمرة الأولى التي ينزل فيها إلى الدرجة الأولى في تاريخه، وكانت هذه صدمة كبيرة لجمهور النادي. أدى بطولة تغيرات كبيرة في المسؤولين عن الفريق وبعض عقود اللاعبين الأساسيين. أما بالنسبة للفرق الصاعدة للدوري السعودي للمحترفين، وفقا لجداول الترتيب لدوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى، فتكون الفرق الصاعدة لدوري المحترفين دوري الأمير محمد بن سلمان للموسم القادم هما 3 فرق: الخليج، العدالة، الوحدة. وتحتل الأندية 3 صدارة ترتيب الدرجة الأولى مكان الفرق 3 الهابطة من دوري الدرجة الأولى دوري المحترفين، ليرتفع عدد فرق الدوري المحترفة إلى 16 فريقا. وسنوضح هنا الفرق الصاعدة والهابطة بعد نهاية موسم 2021-2022 كما يلي: الفرق الصاعدة لموسم 2022-2023 الخليج، العدالة، الوحدة، بينما الفرق الهابطة من موسم 2021-2022 هي الحزم، الأهلي، الفيصلي.